بطل المسابقة الحمد لله بعد تعب، تشجعنا أننا نحن نكمل وتشجعنا نحن نحب نتعلم ونحب نجرب أشياء جديدة ونحب نستكشف وتخلينا نحن نتطور أكثر ونتعلم أكثر. الحمد لله اليوم فئة FTC قدرنا ناخذ مركز أول في تحدي الروبوت اللي هو تحالف الفائز، وقدرنا أيضا نطلع في الترتيب العام المركز الأول، وأخيرا توجناها ببطل بطولة FTC على مستوى المملكة. السنة اللي فاتت كان نفس المكان لكن للأسف كنا في المركز الثاني، اشتغلنا واجتهدنا، اليوم رجعنا وحققناها. فعلا شكرا لوزارة التعليم على دعمها لمثل هذه البطولات اللي فعلا تخلي الواحد يقدر يطبق كل اللي تعلمه من دورات وغيرها. حققنا جائزة في مجال فريستريجو والروبوتات، في أخذنا المركز الثاني. أكثر من 4 شهور يعني شغالين عن هذا الروبوت وتصميم كبرمجة وذا، وفي شغل تعب وتدريب، يعني شيء جميل جدا وينمي مواهب الطلاب يعني وطموحاتهم. مركز الخامس بالطاولة وجمعنا 495 نقطة، لنا 4 شهور نشتغل وأعضاء فريقنا 4. بدي أشكر الكل، ما قصروا وما كنا بنكون هنا بدون مساعدتهم ودعمهم.